مفيش بروفا ومخصوم لكل واحدة وواحد فيكم ريال. ليه بس كده يا مدام؟ اخلصي بتردي عليا؟ من امتى في كلبة بترد على بديعة؟ جمالات ما تقصدش يا مدام. ومن امتى في حاجة بتحصل في كلب وبديعة وبديعة ما تعرفهاش؟ عشان كده مخصوم لكل واحدة وواحد فيكم ريال. أما أنت يا بيبة بقى، فأنا اللي عملتك لما جيتي من سوريا وكنت شحاتة، خدتك في حضني وقفت جنبك، طلعتك على المسرح وخليتك رقاصة مشهورة. النهاردة عاوزة تعضي الإيد اللي اتمدتلك؟ عاوزة تخطفي جوز بنتي؟ عاوزة تخربي بيتها؟ لا، لا عشتي ولا كنتي. المكان ده مكان أكل عيش، مش مكان صرمحة أبداً. اللي عاوزة تعيش هنا وتشتغل هنا تشتغل باحترام، واللي مش عايزة مع ألف سلامة اتفضلي برا برا برا. يعني ايه راجل؟ يعني اعمل اللي عايز اعمله وقت ما احب. هي دي الرجوله في نظرك ان انت تحب وتخون مراتك؟ هي دي الرجوله في نظري ان كان عاجبك. لا ما مش عاجبني يا انطوان. باردون، يبقى اخبطي دماغك في العيب بقى يا جوليت. هي حصلت؟ ايوه حصلت. ايوه حصلت. طب انا هخلي ماما ما ترجع من الكازينو تتصرف معايا. هتعملي ايه ماما؟ هتطردني زي ما طرد البيبة؟ مش مهم، انا ما يهمنيش على فكره. وبعد كده لازم تبقوا عارفين ان انا علاقتي ببيبة هتفضل مستمره وهنتجوز قريب. قولي لي مبروك. انت اكيد اتجننت وانا مش هعديها لك المره دي يا انطوان، وهخلي ماما توقفك عند حد. ايه حكايه ماما اللي توقفني عند حد اللي انت ماسكاها لي دي؟ انا ما بخافش من حد. وبعد كده لازم تبقي عارفه حاجه عشان تبقي فاهماها كويس. ماما دي في النهايه تبقى خالتي، وخالتي في النهايه اما سعادتي، فاهمه؟ كده. بس ماما يهمها سعادة بنتها أكتر. مش لما تبقى بنتها. أنت بتقول إيه؟ أنت جننت؟ أنت اللي لازم تعقلي جوليت. بديعة مصابني ما خلفتش ومش هتخلف. أنت يعني باردون مجرد بنت يتيمة، هي لقيتك عطفت عليكي واعتبرتك زي بنتها. مفهوم؟ انت اكيد بتخرف. هي دي الحقيقه جوليت. انا وانتي مش ولاد خالة. احنا لا نعرف لك اب ولا ام. يعني بديعه مصابني اللي انتي بتتفرعني بيها دي ما تبقاش ام. ما تبقاش أمك. باي. لا مؤاخذة يا مدام، عاوز ايه يا جمالات؟ مش انا اللي عايزه ده فريد الأطرش. وفريد عاوز ايه؟ مش عارفه والله، هو بقى اللي هيبقى يقول لك. خليه يدخل. حاضر، خش خش. سعيده يا مدام. سعيده يا فريد، عاوز حاجه؟ الحقيقه يا مدام، احنا طول عمرنا عارفين ان قلبك كبير وحضنك بيسع الكل، وكلنا عايشين في خيرك، وعارفين كمان ان عصبيتك بتبقى في الشغل وخلاص، وبعدها بتصفي زي اللبن الحليب. هما زقوك عليا؟ ماشي يا فريد، انا هرفع الخصم عن البنات. طول عمرك كريمه يا مدام، بس احنا عشمانين في كرمك اكتر. لا يا فريد، بيبا لا. بيبا طول عمرها هوائيه وبتحب وتنسى، واكيد دي كانت نزوه واضمن لك انها هتعدي. بيبا لا يا فريد، اللي يقرب لبنتي بشر أنا عمري ما أسامحه أبداً. صحيح أنا مش بنتك؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ أنا مش بنتك؟ جوليت أنت بنتي وحبيبتي كمان. بنتك ولا بنت يتيمة؟ خدتيها وربتيها واعتبرتيها زي بنتك. مين اللي قالك التخاريف دي؟ أنطوان،
بس بان في عينيك ان هي مش تخريف. طب ليه؟ ليه كدبتي عليا؟ جولييت، انت بنتي اللي ما حبتش ولا احب حد زيها. كتر خيرك، كتر خيرك يا مدام بديعة. جولييت ما تقوليش كده، ما تجرحينيش اكتر ما انا مجروحة. انا اللي مجروحة، انا اللي الدنيا ادتني ظهرها واسودت في وشي. جوزي سابني، امي وما طلعتش امي. انا امك يا جولييت، امك اللي خدتك في حضنها العمر كله. كتر خيرك يا مدام بديعة. انا ماما، اسمي ماما يا جولييت. انا ما اعرفش لا بابا ولا ماما، مش عارف هشوفهم ولا لا، بس انا هقضي بقيه عمري ادور عليهم. يعني ايه ناوي عليا يا جولييت؟ كتر خيرك على قد كده يا مدام بديعة، بس انا لازم امشي. تمشي تروحي فين؟ ارض الله واسعه، هروح اي مكان. جولييت انت مش هتمشي، انت عارفه يعني ايه تمشي وتسيبيني. يعني بتحكمي عليا بالموت، بتسحبي روحي مني. بعد الشر عليك يا مدام بديعة. ده انا ماما، ماما يا جولييت. الام مش بس هي اللي بتخلف، الام اللي بتشيل هم عيالها، الام هي اللي بتسهر، هي اللي بتتعب، هي اللي بتشقى. لو بتحبيني بجد سيبيني امشي من هنا، انا محتاجه ان انا امشي من هنا. هتمشي تروحي فين؟ انا لازم اعرف. ما اعرفش، بس اول ما استقر في حته هقول لك. استني مني يا ست، انا خايف لحسن يكون حرامي جاي يتهجم علينا ولا حاجه، الله يسترك. والحرامي هيخبط على الباب يا تحيه. حاضر. انت ايه اللي جابك؟ ازيك يا سعاد؟ قولي لي يا ست سعاد، مين الراجل اللي كان بيزورنا النهارده؟ ده حبي العمر كله. هو ده اللي حضرتك كنت بتحبيه؟ ولسه بحبه لحد دلوقتي. ده حب عمري كله بحبه. طب ما اتجوزتوش ليه بس؟ اتجوزنا وعشنا أجمل أيام حياتنا واتطلقنا. يا ساتر يا رب. طب وكنتوا سعداء مع بعض واتجوزتوا، ليه اتطلقتوا بس؟ طليقي كان من عيلة كبيرة قوي في سوريا، وكانوا بيتحدوا حبنا، لكن هو اتحداهم واتجوزني. طب لما اتحداهم واتجوزتوا اتطلقتوا ليه بس؟ كان بيغير عليا قوي، بيغير عليا حتى من الفستان اللي انا لابساه، وانا فنانة بحب فني، عشان كده اتطلقنا. طب عايز افهم، هو راجع ليه تاني؟ بيقول ان انا وحشته قوي وهيقعد كام يوم في مصر. بصراحة بصراحة كده يا ست سعاد، هو وحشك انت كمان؟ قوي، عمره ما غاب عن بالي لحظة عشان يوحشني. ياه ده انت شكلك بتحبيه بشكل، الله يجازيه بقى. سيب مفاصلي، افتكرت اخويا احمد عارف مكاني وجاي يخلص علي. قالت لك تاخد ايه؟ تاخد حقها يا ابني. يعني هي اللي طلبت منك كده؟ ومستنيه منا الرد. يعني قالت لك اخد حقي كده على طول؟ ايوه، ده مش عيب، ده حقها، مرصها شرع ربنا يا احمد. ريس احمد. ماشي يا ريس احمد، ارد عليها ولا ايه؟ ماشي، هديها حقها. هي حرة بقى، هي طلبت مني كده وانا قلت لك، ومع الرسول للبلاغ. يعني انت ما بنيتش دماغك وعوجتها عليا؟ لا سمح الله يا ابني، وانا اعمل كده ليه؟ انا راجل اللي ليا في الطور ولا في الطعيم. طيب. طب هي فين دلوقتي؟ هي مستنية ارجع لها بردك. طب انا هاجي معاك نروح لها.
بتطلبي ميراث ابوك يا مريم؟ عايزه حقك؟ ايوه. طب ما جيتيليش على طول ليه؟ ليه تدخلي بينا غريب؟ الرئيس عامر مش غريب. لا غريب، مش الندانية يا مريم اللي حد يتدخل بيناتهم ويطالب بحقوقهم. طب استاذن انا. لا استنى، طالما الهانم خلتك تتدخل بينا يبقى انا هسمح لك انك تحضر وتكون شاهد. انا ما غلطتش يا احمد. لا غلطتي وحسبت معايا بعدين يا بنت ابويا. بص يا مريم، انا هاخدك دلوقتي اقسلك ارضك وهديكي عقدك وكمان هديكي البيت اللي انا كنت ساكن فيه. انا عايزه البيت الكبير. البيت الايه؟ الكبير. ما بلاش يا بنتي، ما دام اخوك ساكن فيه. عايزاه يا ريس عامر. مش شايفه كبير عليك يا مريم؟ عايزه بيت ابويا يفضل مفتوح. ايه، حد قال لك عليا اني مجنزره؟ عايزاه مفتوح للكل. ما هو مفتوح للكل، اللي يجي يا مرحب. طول ما انت قاعد فيه يا احمد ما حدش هيهوب ناحيته. ليه؟ بعبع ولا من الغولة؟ لا ده ولا دي، احمد النداني. والله كبرتي يا مريم وبقيت تقلي ادبك على اخوكي. اختك يا احمد ما تقصدش. لا تقصد، هي عارفه كويس عايزه ايه وبتقول ايه. عايزه البيت الكبير. ماشي يا مريم ماشي، بس كله بحسابه. عايزه البيت الكبير هيكلفك كتير، ارضك هيخس منها 5 فدادين. عدل ربنا بقى. موافقه يا احمد. للدرجه دي يا مريم؟ ماشي يا بنت ابويا، هديك البيت الكبير وهعرفك زمانك، بس دي اخر مره واحد غريب يتدخل بين الندانيه. ما دام كده بقى بالمره ادي اخواتك حقوقهم. نزعي ليه الميدانيه كده يا مريم؟ ليه؟ عدل ربنا حقهم. هديهم حقهم، بس باللي انا شايفه هدي عيال مرسي ونجيه وبدوي. انا ما اعرفش حد بالاسم ده يا مريم. حق ربنا يا احمد. لما تبقى تيجي لحد عندي واعرف هي في انهي داهيه دلوقتي هتاخد حقها مني، لان بيني وبينها حق تاني خالص. أقول له لأ، لقيت نفسي طايرة من الفرح وقلت له موافقة. يعني خلاص هتسيبينا وتسافري يا ست سعاد؟ سوريا وحشتني قوي يا تحية. طب وهنا وشغلك؟ هبيع الصالة وهصفي كل شغلي هنا. طب وفرقاتك؟ ما تقلقيش عليهم، الفرق في مصر كتير، كل شوية هيروحوا فرقة. وانا هتسيبيني ست سعاد؟ قصد عني يا تحية، انا بحب ونفسي ارجع بلدي وانتي كمان ترجعي بلدي. اسمعني. لا لا، ترجعي لاهلك يا تحية. يا ست سعاد عايزاني ارجع للمدة الليلة
امال هتقعدي هنا تعملي ايه؟ هشتغل اي حاجه ان شاء الله، حتى خدامه عند اي حد. المهم مش عايزه ارجع لاخويا تاني. مش يمكن قلبه يحن عليكي؟ يحن عليا؟ احمد لو شافني هيقطع رقبتي. مش عارفه اعمل لك ايه يا تحيه، ما انا ما قدرتش اقول له لا لما قال لي نتجوز. هيتجوزوا ازاي يعني؟ ما انا عرفت من باب ان انطوان هيشهر اسلامه وبعد كده يتجوزه. يبقى هيعملها يا بنتي يا تيتي. انطوان ده راسه ناشفه، واخد كتير قوي من خالته. استني يا جمالات لما نعرف بيبا قالت ايه تاني لتيتي. ها؟ ما قالتش حاجه يا جينا، هو ده بس اللي قالته. بيبا طول عمرها مجنونه. وهي بيبا بس اللي مجنونه؟ ده انطوان اجن من ابوها. هي يا اختي هيعيشوا فين ان شاء الله؟ ما هي بيبا سافرت اسكندريه من بدري، وهو بقى هيحصلها وهيأجروا صاله هناك. الله يكون في عونك يا ست بديع. زمانها مقهوره ان ابن اختها يسيب بنتها ويتجوز عليها. جيل اخر زمن، جيل منيل، جيل مهبب. ليه يا انطوان؟ ليه يا انطوان؟ ليه؟ غصب عني خالتي انا حبيتها. ما تحبها ولا تتحبه بجاز اسود؟ تقول لجوليتي انها مش بنتي ليه؟ معرفش، اهي تلعب مني وخلاص خالتي. ببساطه كده تقتل البنت بكلمه واحده، هتملك على سيره الضحى والتحليل. البنت خدت ايدها ومشيت. أنا كمان همشي خالتي، همشي. طبعاً طبعاً يا حبيبي، ما هي مسكت لجامك وشدتك زي الحمار. عملت فيك إيه؟ أنا عملت فيك إيه؟ قصرت في حقك في إيه؟ ليه تقتلها وتهتني ليه؟ أنا آسف خالتي، أنا همشي. بس الدنيا يا بس الدنيا يا اللي عاوز يقعد يقعد، واللي مش عايز يقعد في 60 سلامة. اللي عاوز يقدم فروض الطاعة والولاء لبديعة وصابني يقدمها، واللي مش عايز في 60 داهية. هروح فين دلوقتي؟ أمي وحشاني أوي، لكن أنا ما ينفعش أرجع لها. أحمد ممكن يقتلني ويقتلها. الله يسامحك يا أخويا. ضحكت عليك مريم يا أحمد؟ ضحكت على مين يا أم عثمان؟ عليك يا سابي، هتاخد حقها والبيت اللي احنا ساكنين فيه، يعني هتطلعك من دارك يا كبير الندانية. ما هو انت لو تهدي بس شوية كده وانا افهمك. تولع فيا النار وتقول لي اهدي بقى مريم، تلف دماغك وتخليك تدي لاخواتك كلهم حقوقهم. ما كده كده كانوا هياخدوا حقوقهم، بس انا لما اديهم حقوقهم هديها لهم زي ما انا عايز. وانت فهماني يا ام عثمان. طب والدرج يا ابو عثمان؟ الدار دي انا هديها لمريم قصاد خمس فدادين. خمس فدادين فرق. الخمسه دول هكتبهم باسمك يا ابو عثمان. مبسوطة؟ اه ان كان كده ماشي. اما الدار دي بقى فانا هفرط فيها عشان كريهة. من ساعة ما دخلناها ما شفناش فيها ساعة حلوة. داخل ريحة الموت. بابا وجدة والجدد كلهم. طب وحق بدوية؟ حق معصفة الرهابة دي مبروك علينا يا مصر. وبعدين يا اخوانا بقى ساعة على دخول الناس الصالة والمدام لا حس ولا خبر. مش كان واجب حد فينا يروح يطمن عليها؟ طب خلاص حد يروح الفيلا يطمن عليها. مش يمكن المدام تكون تعبانة؟ أو يمكن تكون مخنوقة ومش طايقة تشوف حد. هنقعد نقول ممكن لحد ميعاد رفع الستارة. المدام لو ما جاتش دلوقتي هتبقى كارثة، مصيبة. مصايب كتير فوق دماغك يا بديعة. ده أنا لسه ما فقتش من طلاقي من نجيب الرحالي. لسه ما فقتش من الخسارة اللي خسرتها في الفيلم اللي أنتجته وحطيت فيه كل اللي حلتي. ولحد دلوقتي مديونة. دوم جولييت تسيبني؟ أهون عليها؟ طب لو هنت عليها وما كانتش من لحم دم؟ أهون على أنطوان إزاي؟ ابن أختي؟
ابني اللي ما خلفتوش. يا بديعة. لا يا بديعة، مش انت اللي اي حاجة تكسرك، حتى لو كانت ايه او مين. فوق يا بديعة، فوق. اذا انت بديعة مصابني، انا لازم انزل شغلي، مفيش وقت للحزن ولا للدموع. انا مش هشوف اكتر من اللي شفته في حياتي. انا لازم احافظ على اللي وصلت له. وبعدين انا مش لوحدي، انا ورايا ناس كتير متعلقين في رقبتي، وربنا بيبعت لهم الرزق عن طريقي. لا، انا لازم انزل شغلي، لازم. فيكم ريال يا كلاب. انا مش هسافر قبل ما اطمن عليكي. انا بكره الصبح قبل ما اسافر هوديكي لواحده زي اختي بالظبط، هي الوحيده اللي هتطمن عليكي معاها. مين دي؟ واحد، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته، سبعه، تمانيه. تاني، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. تاني، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. هنلف. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. شدي وسطك يا أختي انت وهي، اللي هتأثر في التدريبات ملهاش شغل عندي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. قدام. ابتسامة يا ماما، الابتسامة. ثلاثة. الله ينور يا ستي الكل. أهلاً سعاد. أهلاً يا حبيبتي. حبيبتي وحشاني. وانتي كمان وحشاني. اتفضلي. أربعة، خمسة، ستة، سبعة. ليكي وحشة يا سعاد، وانتي كمان وحشاني يا ست بديعة. قولي لي الكلام اللي سمعته ده صحيح؟ إيه هو الكلام؟ انك هتصفي امورك وتسيبي مصر وتروحي على الشام. كلام صحيح فعلا يا مدام بديعه. هتوحشيني يا سعاد. السلام بقى لاهل الشام. الله يسلمك، انا كنت قصدك في خدمه يا مدام بديعه. اموري يا سعاد. تحيه. دي مالها دي؟ بنت غلبانه ونفسي تشغليها عندك. دي من انهي داهيه دي؟ من اسماعيليه. وايه اللي رماها علينا ده؟ وراها مصيبه. لا لا لا، وراهاش اي حاجه، دي بنت طيبه وغلبانه وهتحبيها قوي. انتوا بتقولوا ايه؟ عايز اعرف انتوا بتقولوا ايه. البنت دي جريئه قوي. انت مالك؟ انت بنقول ايه؟ عايز اعرف انتوا بتقولوا ايه. شكلكم بتتكلموا عليا. هنكون بنقول ايه يعني؟ مدام سعاد بتوصيني عليكي عشان تشتغلي عندي. يعني مش هتودوني لاخويا؟ اخوها مين؟ اخوها ده عقدتها. وايه حكايته ده؟ بتقرطصيني يا مريم؟ قرطصك؟ خير يا اخويا؟ اخوك ايه بقى؟ لو اخوكي ما كنتش تضحك عليا. ضحكت عليك في ايه يا احمد؟ اول ما رجلي عتبت بره الدار رحت مدخله مرات مرسي وعياله عشان يعيشوا هنا. وهو انا جبت حد غريب؟ وبعدين ده بيتي يا احمد، اجيب فيه ولاد اخوك الغلابه اليتامى، اجيب فيه عساكر انجليز، عفاريت زرق، انا حره. كده اهو يا مريم. كده اهو. وايه الغلط في كده؟ ما انت خدت قدام البيت خمس فدادين، ينفع اجي انا اقول لك مين ينزل ارضك ومين ما ينزلش؟ معقوله؟ معقوله في شر بالشكل ده؟ معلش يا بنتي، ربنا كبير. اتعذبت كتير قوي يا ست هان. انا اسمي بديعه. قولي لي يا مدام. حاضر يا ست بديعة، أوامرك يا مدام. خلي بالك من تحية يا مدام بديعة. تحية في عينيا يا سعاد، دي كفاية نعمل ريحتك. طيب
انا مضطر امشي دلوقتي. مع الف سلام. الله يسلمك يا مدام. تحية. خدي دي 5 جنيه خليها معاكي، وده عنواني في سوريا، ابعتيلي يمكن نتقابل. حشيني يا تحية. فيك الخير يا بنتي. وانا هلاقي مين غيرك استأمنه على حالي ومالي؟ سبحان الله، كأن المعلم علي النداني واقف قدامي بالظبط. أبا الله يرحمه كان يحبك قوي، وكان يقول لي يا مريم انا لا يمكن استأمن حد في الدنيا دي كلها الا الرئيس عامر. ابوك ما فيش حد زيه، الف رحمه ونور عليه. العمر الطويل لي. ها قلت ايه؟ انا عايزه احافظ على ارضي، خصوصا ارض المزرعه، مش عايز احمد النداني يشمت فيا، وما اقدرش الاقي غيرك عشان استأمنه على الروح. على عيني والله يا بنتي، الارض والمزرعه، عايزه حد عافي، وانا خلاص رايح مش جاي. انت بتخزي العين عنك ولا ايه بقى يا ريس عامر؟ طب ده انت صحتك ولا 100 شاب، وبعدين انت مش هتشتغل بايدك، انت هتجيب ناس تشغلها وتبقى ريس عليه زي ما كنت طول عمرك ريس. قلت يا ريس. قلت لا اله الا الله. محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. كان نفسي البت تحيه تبقى معانا تاخد بالها من ارضها هي كمان، بس يلا. اهلا وسهلا، اتفضلي يا تحيه. انتي واقفه ليه؟ تعالي اقعدي. حاضر. اقعدي يا بنتي اقعدي. بتنزلي التهمه المسيحه اللي انتي شايلاها دي. انتي ايه خايفه لحد يسرقها منك؟ دي تزيد يا ست الكل. ربنا يطعمك ما يحرمك ويزيدك من نعيم الله ويبعد عنك ولاد الحرام. قادر يا كريم. انتي كنتي بتشتغلي شحاته قبل كده ولا ايه؟ لا والمصحف الشريف ده انا بنت ناس. بس أمه وجده كانوا دايما يقولوا كده. اه طب بصي بقى يا بنت الناس، بما ان ارتحت لك ودخلتي بيتي يبقى دخلتي قلبي. وانا والله يا ست بديع بحبك ودخلتي قلبي من قبل ما اشوفك. ازاي بقى يا بكاشه؟ من حكاوي الست سعاد محسن عنك، اصلها بتحبك قوي. سعاد؟ سعاد دي بنت حلال عشره عمر. انت كمان بنت حلال مصفي. اه والله انت عارفه انك دخلتي قلبي قوي وحبيتك جدا. مش عايزاكي تحسي بقى انك غريبه، البيت بقى بيتك وبقيت واحده مننا. ربنا يخليكي ويساعدك وينصرك على مين يعاديكي يا رب ويديكي الصحه وطوله العمر. شحاته 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 شحاته. الحمد لله على السلامه يا مدام. الله يسلمك يا عزيزه. انت كنتي فين؟ كنت في المطبخ يا مدام. طب تحيه هتعيش معانا هنا. يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي. بقول لك ايه، خديها بقى عشان تغير هدومها كده وترتاح شويه قبل ما ننزل الصلاه بالليل. حاضر يا مدام. نبي اعملي لي كوبايه ليمون. عينيا. اتفضلي. سيبي الشنطه العزيزه تشيلها ما تخافيش. ما قصدتش والله، انا بس بقول ما يصحش. لا يصح، فكي بقى ما تخنيش امي. حاضر يا هاني. اتفضلي. شكرا. شكرا. عم
احلى قهوه ساده الاستاذ نجيب ريحاني. كده كده شكرا شكرا يا سعد. العفو يا استاذ. الحركه الادبيه الجديده اللي انتوا بتمثلوها يا حقي هيكون لها تاثيرها القوي على القصه المصريه الحديثه. البلد بحاجه للتاثير ده. الله يكرمك عم يحيى، ما تدخلناش في السياسه، انا راجل فنان على قدي، كوميديان بيشرح قهوه ساده. انت فنان جميل يا نجيب، بس محتاج تستقر في حياتك علشان تفوق لفنك. يمكن في عدم الاستقرار مصلحه. الفنان مننا لو ارتاح ابداعه يقل، لازم المعاناه عشان نفن فن حقيقي، ومره كده ومره كده، زي اللي بنرقص على السلم. بالمناسبه انت ليه انفصلت عن الست بديعه؟ الست بديعه هي اللي سكتني. ليه يا استاذ نجيب؟ الناس التعاقله انا ما تستحملنيش غير واحده مجنونه وواحد بيضحك الناس برضه ويشرب قهوه ساده. انت مش بس بتضحك الناس، انا للاسف ركيت بضاعه كتير. انا عاوزه بروفه جامده، مش عاوزه دلع يا بنات. يلا مزيكا. سندوتشات التحيه. تسلم يا عزوز. سلمي لي على ست الدنيا كلها. من عينيا. الناس كلها بتحبك قوي يا ست الكل. حب الناس ده كنوز يا تحيه، وخصوصا الفنان. الفنان اللي الناس تحبه تحب فنه، والفنان بقى اللي الناس ما تحبوش فنه بيموت معاه. طب والفنان يخلي الناس كلها والدنيا كلها تحبه ازاي يا ست الكل؟ يحبهم ويحبهم من قلبه ويعمل كل اللي يقدر عليهم عشان يساعدهم. ازيك يا بديعه؟ ازيك انت يا نجيب؟ خلي بالك من نفسك. يا ريت تخلي بالك انت من نفسك. بديعه انا مش عايزك تزعلي. مين قال لك ان انا زعلان؟ مش عليا، انا عارف ان ما تزعلش عليا، انا اقصد انطوان وربا. لا ما تقلقش. بديعه ما صابني. صغائر الامور دي ما تهزهاش. عارف عارف. عارف مين القطة اللي معاك دي؟ لا القطة دي غير القطط اللي انت تعرفهم. ليه؟ بتخربش؟ لا ما بتخربش، بتهبر. يا ساتر. يمكن تكوني انت اللي عايزه حاجه. لا يا حبيبتي مش عايزه حاجه، يلا خشي نامي انت. تصبحي على خير يا ست الكل. انت من اهله. مدام ممكن اقول لك حاجه؟ خير؟ انت طيبه قوي يا مدام، بس اللي يشوفك في الصاله ما يشوفكيش في البيت. هناك بتشخطي وتنطري ولا اجدعها راجل، وما بتفوتيش الهوا ولا حتى غلطه قد كده. وهنا بقى اللهم صلي على النبي، حنان الدنيا كله فيكي. انا هنا يا تحيه بديعه الانسانه، والانسان اللي متصالح مع نفسه بيعيش دايما على طبيعته، يعبر عن احساسه اللي جواه. مش فاهمه يا مدام، يعني هنا حضرتك انسانه وهناك بعد الشر بعد الشر شطان؟
لا إنسانة برضو يا تحية، بس إنسانة مسؤولة، قائد، والقائد لازم يبقى صاحي. أنت عارفة ربان السفينة لو ما خدش باله من سفينته هيحصل لها إيه؟ هتغرق. اللي عاوز يوصل وينجح يا تحية لازم يشتغل، ويشتغل بجدية. أنا ببقى فرحانة قوي وأنا بتكلم معاك يا مدام، أنت على طول كده لحلوبة في كل حاجة. طب يلا بقى لحسن، اللقلوبة تعبانة ونفسها ترتاح. طب ممكن أطلب منك طلب تاني يا مدام؟ اطلبي تحية. ممكن أنام جنبك النهاردة؟ ليه يا قطك وحشة؟ لا بس أصل أنت حنينة قوي، وأنا بقالي كتير قوي ما نمتش في حضنه. أنا عايزة المزرعة دي تبقى أحسن مزرعة في الإسماعيلية كلها. إن شاء الله يا بنتي، البركة في إسماعيل ومحمود، البركة في الشباب، البركة في ربنا وفيك يا ريس عامر. عارفة يا مريم إن إسماعيل ومحمود من حبايب عمك حسن الله يرحمه؟ والنبي تبقوا أبطال زيه. مفيش بطل زي الريس حسن يا ست مريم. مادام قلت كده تبقى سيد الأبطال. أنا عايزة البطولة دي تبان في الأرض. عايزاكوا تشدوا حيلكوا كده. الشد على الله يا ست مريم. لو كل واحد حب أرض زي ما بتحبيها يا ست مريم كانت أرضنا هتبقى أحسن أرض في الدنيا. طب ما هي أحسن أرض في الدنيا، لكن من داس يا ست مريم، من داس دايسها الغريب بجزمته بقاله سنين ومش عايز يرح. الحقيني يا مدام. مين دول يا عزيزة؟ معرفش. في ايه يا فندم؟ يعني نفس حكم صدر ضدك يا مدام. حكم ايه؟ الحجز على الفيلا ومحتوياتها وحضرتك حارس عليها.